نفس المبدأ، بس حتى نستطيع نوصلها. الحدود مسدودة لو مفتوحة، هاي الوادم جاي الطلب وجاي تحت الوادم، وهذا الوباء راح يجينا. مو معقولة ما حد جاي يخاف على روحه، مو معقولة العراق راح ينتهي. يا معودين المن الناشد ويا من نسولف المن نحكي، المطارس خلوا مفتوح، العراق اللي يريد يجي تخليه حجرة فترة 14 يوم، ليش تخليه يفتر؟ وإذا كان ابن ولايتنا وإذا كان عراقي نظل جاميل، لكن الوادم راح تموت نحن الشيطان. لكن يوم هذا بالبصرة مو بغى يفتر وحد الواديم. ما عندكم تحزروا، ما عندكم مستشفى، كاش عندكم؟ لكن الوادم راح تموت وباء، لك هذا وباء، لك دمرتونا، هم انتو هم الوباء. السعر غير واحدة منهن، لك كتبتوا الشعب من وراكم يا أحزاب، يا ما بيكم حظ يا فاشلين. وانا مدير الصحة، وانا وزير الصحة، من المسؤول على هالوادم اللي راح تموت الساعة اللي يجي؟ لك عم اللي يجي احز 14 يوم ما بي شيء، خليه يروح لأهله. لك مو معقول ازاي تقتلون الوادم؟ عاش العراق.